شخصية فنية أخرى رحلت عن الساحة لطالما أضحكت الملايين وزرعت البسمة على الوجوه. أحمد دانش أو درباس أحد أبطال فرقة أبو سليم، توفي الأحد بعد أن تدهورت صحته في الآونة الأخيرة، حيث دخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة. يعني هالناس هيدي اللي المفروض قبل ما تموت تحس بحياتها بتذكروا بعد ما ماتوا، شو بده يعمل بعد ما ماتوا يعني؟ 40-50 سنة فنان، معدمين ضمان شيخوخة، خلنا نكوب مثل نكوب الفنانين، ما عملوا لهم ضمان شيخوخة على الفنانين، كلهم عم بيموتوا ويتعتروا. لما فضل الشيخ نادر الحريري بالليل اتصلنا فيه لاهتموا فيه بالمستشفى ودخلوه، وقال الحريري بدنا نشكو، الله يرحم الشهيد رفيق الحريري. كان درباس وابو سليم وفرته احد الرموز اللي طبعت التلفزيون والاعلام في لبنان بطبع مميزة. درباس قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، ورددت الأجيال أغنيته الشهيرة وما طلت سهام. درباس سهام وما طلت سهام، ما طلت سهام وما طلت سهام وما طلت سهام وما طلت سهام. وكانت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان قد نعت الممثل اللبناني أحمد دنش.